خليني اسمع منك بدايه بافلو برجر كعلامه تجاريه للفاست فود في مصر. انت بتنافس شركات عالميه واحنا بنساندك. اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك، شرفتونا النهارده. احنا زي ما حضرتك قلت عندنا الحمد لله بافلو برجر، وعندنا قبل بافلو برجر في علامه تانية اسمها روما بيتزا تو جو. دي اللي قادتنا البافلو برجر ولا دي اللي قادتنا البافلو برجر، ودي اللي بدانا بيها الفاست فود. مجال الفاست فود بدا معانا روما بيتزا تو جو. لا انا عايزك توضح للناس ان احنا ملوك الاحذيه الرياضيه. انت ما فيش حد في مصر ما لبس الحذاء الرياضي اميجو شوز اللي بينور. تناسي ولا ايه؟ احكي لنا البدايه. سيد محمد تركي ولد حضراتكم، ابويا الله يرحمه، محمد تركي الله يرحمه، بدا كان في دمه الصناعه، دمه صناعه السبورت شوز والبلاستيك شوز وكده. بدانا 76، شويه شويه المصنع ده بقى 3 مصانع، اكبر مصنع بينتج احذيه بلاستيكيه في افريقيا والميدل ايست. وبعدين شويه شويه بدانا نعمل بقى سبورت شوز اميجو التركي، اميجو اللي بينور، اللي كسر مصر ده اللي كلنا لبسنا بينور ده. والظروف بقى كتيره ساعتها في التصنيع ومشاكل التصنيع في مصر والاغراض بالتصدير من الخارج. المهم اضطرينا نقفل موضوع التصنيع. نعمل ايه؟ قلنا نبدا نجرب الفود اند بافريج بزنس ونشوف هنعمل ايه. بدانا بكافيهات، ومن هنا الحمد لله كان في نجاح. وبعد شويه من الكافيه كنا بنعمل بيتزا مميزه جدا. قلنا طب تعالى ناخد كونسبت البيتزا ده تو ذا نيكست ليفل، يلا بينا نفتح فروع روما بيتزا، البيتزا بس، وهنسميها روما بيتزا تو جو، تبقى فروع صغيره. فتحنا اول فرع اللي هو في نبيل وقاد في مصر الجديده ده، وكان نجاحه عظيم جدا. طيب يلا بينا النكس فرع يا لؤي، يلا البرانش اللي بعده ايه؟ طب ماشي، المهندسين فين؟ خدنا مكان 300 متر، يعني بنقول 100 متر، وركز في فروع صغيره وتكسباند بسرعه وتكبر. ليه 300 متر؟ غلطه. نعمل ايه؟ خدنا بقى هيدن كيتشن، ساعتها ما كانش اسمه كلاود كيتشن، ولا احنا بتاعنا اخترعنا اوائل الناس اللي ابتدعت. احنا عملنا الهيدن كيتشن ده من سنه 2000 واعتقد 2007 مثلا. برضو في الكافيهات كنا بنعمل تيستينج او نجرب بوصفات وريسبيز لبرجر، صحابنا بيدوقوا، الزباين بيدوقوا، حلوه، لا غير دي نزود دي، لغايه ما وصلنا لريسبي لبرجر حلوه جدا. فقلنا ايه؟ نجرب بافلو برجر برضو في الهيدن كيتشن ده. بافلو بقى لقى استحسان في الكلاود كيتشن، في الكلاود كيتشن ده، وفتحنا هيدن كيتشن تاني في شيراتون، نتست برضو الناحيه التانيه بسرعه بقى. الكلام ده كله في شهور على طول. اول فرع البافلو برجر كان فين؟ شيراتون. الشيراتون. مين ساعدكم على ان احنا نعرف معداتنا ايه؟ ده صناعه لوحدها. بص احنا معدات المطبخ ايه؟ ازاي نقدم ونجيب المعده دي وتشتغل؟ الرسم بتاعنا ايه؟ السندوتشاتنا ايه؟ كانت كلها تجارب، نجرب دي، نحط دي، الكوبمنت دي، لا حاجه احسن نغيرها نبدلها، لغايه النهارده بنطور.